دكتور حازم شومان، ايه نعم، رأيك تنصح باللي احنا نستمع اليه ولا ما ينفعش؟ ويعني كواعظ جيد جزاه الله خيرا، كواعظ استمع إلى مواعظه جزاه الله خيرا على مواعظه الطيبة وعلى غيرته على دينه وعلى نشره للعلم الشرعي ودعوة الناس إلى طريق الله. لكن إخواننا، ليس الدكتور حازم فقط الله يحفظه ويسلمه، كثيرا ما لا يهتمون بصحة الأحاديث باعتبار أنهم يتكلمون في المواعظ في فضائل الأعمال. هذه وجهة عدد منهم، يقول أنا لا أهتم، لأن الأحاديث ليست، مش هو الدكتور حازم نفسه، لا غيره، يقول أنا لا أهتم لا أتشدد في ثبوت الخبر من أجل أنه فضائل الأعمال. لكن نحن نقول الأكمل والأفضل والأدين والألجم أن نحدث بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبلي كلامه إلا في الأحاديث، تحري صحة الأحاديث التي يستدل بها إخواني الوعاظ.